سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياتي بنجاح أعمال هذه القمة الاستثنائية التي تنعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة. نود أن نشكر فخامة الرئيس رئيس جنوب كوريا جنوب أفريقيا لاستضافة القمة ودعوة الكريمة المملكة للمشاركة فيها. إنما تشهد غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة، يطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر بالتفاقم يوما بعد يوم ووضع حلول حاسمة لها. ونجدد تأكيدنا القاطع على هذه العمليات. أسرقت الأرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، ومطالبنا بتوقف العمليات العسكرية فورا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها. لقد بذلت المملكة جهود حديثة منذ بداية الأحداث لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا وبحرا وإطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة تتجاوز حتى الآن نصف مليار ريال سعودي. كما دعت المملكة إلى عقد قمة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائيلي، وصدر عن القمة قرار جماعي تضمن إدارة العدو الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض تبريرها تحت أي ذريعة. وأن يتم بشكل فوري فرض إدخال قوافل مساعدة إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، ورفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإدانة تدمير إسرائيل مستشفيات في القطاع، مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل والبدء بتحرك باسم جميع الدول الأعضاء وفي منظمة الدعم الإسلامي وجامعة الدول العربية لبلورة موقف دولي للعدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. لقد كان ولا يزال موقف المملكة الثابت والراسخ أن لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونقدر كافة الجهود التي سيتم بذلها وبخاصة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الهادفة للوصول إلى سلام عادل للجميع، وإذ نثمن الدور والجهد التي تقوم به مجموعة بريكس لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق. لنكرر شكرنا لفخامة الرئيس والقادة المجتمعيين متمنين تحقق هذه القمة الأهداف النبيلة التي عقدت من أجلها. شكرا.